أهلا وسهلا بكم أحبتي، عدنا لنكمل ما بدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الاستفهام. بينت لكم في الجزء الأول الاستفهام من أساليب الطلب ينقسم إلى حقيقي وإلى مجازي. الحقيقي هو طلب الفهم ولا بد له من جواب. لماذا يسأل الإنسان؟ يسأل عن أشياء لا يعرفها، أي عن شيء مجهول، إذن لا بد من جواب. أما المجازي، الكلام يبدأ بأداة استفهام ولكن لا يحتاج إلى جواب، إذن يخرج لأغراض بلاغية ما أثرها. منها ضمن المنهج النفي والتعجب وللأدب التمني. لو نقرأ النص: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا يشفع أحد إلا بإذنه. أما من حيث الإعراب فلا فرق بين الحقيقي والمجازي. عندما يطلب منك أعرب اسم الاستفهام، ماذا تفعل؟ أولا تقوم باستخراج الاسم. تعال معي، من ذا الذي، الاسم من ذا، انظر إلى ما بعده، الذي، من ذا يستفهم به عن العاقل، مثل من ومن يغفر الذنوب. إذن ما الفرق؟ ربما تسأل، ما الفرق؟ نعم يا محسن، ما الفرق بين من ومن ذا؟ أحسنت. الفرق هو من ذا أقوى في التعبير، أما من حيث الإعراب بإمكانك عزيز الطالب أن تعرض من ذا موحدة أو مجزئة. كيف؟ من اسم استفهام، ذا اسم إشارة، أو من ذا اسم موحد. عند الإعراب نقوم أولا انظر من ذا الذي، سنقوم بإعراب من ذا، هذه الأداة موحدة. انظر إلى ما بعدها، اسم معرفة، إذن الإعراب نقول استفهام مبني في محل رفع مبتدأ أو خبر مقدم. السبب: تلاه اسم معرفة. إذن إعراب أسماء الاستفهام عليك أن تتبع الخطوات. أولا تستخرج الاسم. أهلا بعبد الرزاق، أهلا وسهلا. تفضل يا عبد الرزاق. أين ذهبت؟ عبد الرزاق. إذن عبد الرزاق ربما ذهب بعيدا. عزيزي الطالب، إذن عليك أن تستخرج الاسم أولا وتعرف دلالة الاسم. أسماء الاستفهام لها دلالات، منها ما يستثنى به عن العاقل،
من ذا للعاقل، ومنها لغير العاقل ما ماذا للمكان، أين للزمان الماضي والمستقبل، متى للمستقبل فقط، أيان للحال، كيف. إذن تستخرج الاسم، وعليك أن تنظر ما قبل الاسم. إذا سبق بحرف جر فهو مجرور، كما قال الشاعر: بمن يثق الإنسان فيما، بمن يثق الإنسان، البحرف جر. إذن الاسم مبني في محل جر بحرف الجر، لماذا؟ لأن سبق بحرف جر. وكذلك إذا سبق باسم نكرة: قصيدة من حفظت، قصيدة من، ديوان أي شاعر قرأت. إذن عليك أن تنظر ما قبل الاسم، ربما يكون مسبوقا بحرف جر أو بمضاف. إن لم يسبق انظر إلى ما بعد الاسم: الكلمة التي تحدد الإعراب، يعني التي يتم فيها السؤال هي التي تحدد الإعراب. أين سافرت؟ السؤال تم. إذن أين هنا في محل نصب مفعول فيه، لماذا؟ تلاه فعل تام. إذن في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الإعراب في محل رفع مبتدأ، ويجوز إعراب خبر مقدم. السبب، تذكر السبب في الامتحان، السؤال كالآتي: أعرب اسم الاستفهام إعرابا مفصلا، أي تذكر موقع الإعرابي والسبب. لماذا يعرب مبتدأ أو خبر مقدم؟ السبب تلاه اسم معرفة. نكمل النص ونستخرج بعض المفردات: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربما تسأل: ما نوع الاستثناء هنا؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الاستثناء مفرغ. ما معنى مفرغ؟ الجملة الاستثنائية عزيز الطالب مما تتكون؟ المستثنى منه أداة الاستثناء المستثنى. متى نقول هذا الاستثناء تام؟ إذا ذكر المستثنى منه. أما إذا لم يذكر والكلام منفي فهو مفرغ. كيف؟ ما معنى مفرغ؟ كثير من طلبتنا يتساءل: لماذا هذا الاستثناء مفرغ؟ لأن ما قبل الأداة يتفرغ للعمل فيما بعده. كيف؟ قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وما محمد إلا رسول، محمد
مبتدأ ورسول خبر. ولكن نطلق على ما بعد إلا مستثنى، على الرغم لا وجود للمستثنى منه، كما هو الحال في الاستثناء التام المتصل أو المنقطع. فحينما تسأل ما حكم المستثنى في المفرد، يكون الجواب يعرب حسب موقعه. كيف؟ عليك أن تعيد الجملة بعد حذف النفي وأداة الحصر وتعيد قراءة الجملة. وما محمد إلا رسول، ما نوع ما في قوله وما محمد إلا رسول؟ نافية مهملة. لماذا أهملت؟ نعم، لماذا أهملت؟ الجواب انتقض نفيها بإلا. ما العامل عمل ليس وتسمى الحجازية. لماذا سميت بالحجازية؟ أهل الحجاز يعملونها عمل ليس شرط أن لا يتقدم خبرها على اسمها وأن لا ينتقض نفيها بإلا. إذا توفر الشرطان فهي عاملة، كما في قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون. الله ليس بغافل، وما الله بغافل وما ربك بظلام. عملت. أما في هذه الآية وما محمد إلا رسول جاءت مهملة، السبب انتقض النفي بإلا. أما كيف نعرف محمد مبتدأ إلا أداة حصر؟ المستثنى يعرف حسب موقعه، المبتدأ يحتاج نعم خبر. إذن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسول. قد عزيز الطالب درسنا في موضوع التوكيد، إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التوكيد. قد خلت وتسمى حرف تحقيق، أي ما بعدها متحقق. نقول نجح الطالب في الامتحان، أي النجاح تحقق. أما إذا دخلت على المضارع فهي تقليل، قد ينجح، ينجح أو لا. لكن عندما نقول قد نجح، وإذا أردنا تقوية الكلام ندخل عليه لام القسم، لقد. حقيقة هناك أسئلة وزارية وردت في الدور الأول وشملت المواضيع، منها ما يتعلق بخصيصة همزة الاستفهام. عندما يطلب منك ما خصيصة الهمزة، المقصود بخصيصة الهمزة أي همزة الاستفهام. الخصائص منها لها الصدارة على أحرف العطف الواو فاء، ثم الهمزة تدخل على الجملة المنفية، تدخل على الحرف المشبه بالفعل إن، تدخل على أداة الشرط إذا وإن. ومن خصائصها تحذف تخفيفا. إذن عليك أن تقرأ النص. قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، طا
قلتم أن هذا؟ سؤال: ما خصيصة الهمزة؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ من أين هذا؟ من أين جاءنا هذا؟ الجواب: أولما. ماذا يكون الجواب؟ لها الصدارة على أحرف العطف. وربما يتوهم بعض الطلاب حينما يجد كلمة لما. لما في لغتنا العربية ثلاثة أنواع: تأتي حرف نفي وجزم وقلب إذا دخلت على الفعل المضارع، نقول لما يسافر محسن، وإذا دخلت على الفعل الماضي فهي ظرفية حينية. إذن أولما أصابتكم، الفعل أصاب فعل ماض. إذن لا تذهب بعيدا عزيزي الطالب، عليك أن تتأكد، تنظر إلى ما بعد لما. إن كان الفعل مضارعا إذن هي أداة نفي، فتكون الخصيصة دخلت على الجملة المنفية. أما هنا لما هي ظرفية حينية، إذن الجواب نقول أولما لها الصدارة على أحرف العطف. هل أحرف العطف تتقدم عليها؟ بالعكس، قال تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. فهل لنا، انظر، حرف العطف تقدم على هل الاستفهامي، أما الهمزة جاء بعدها. لماذا؟ لأن الهمزة لها الصدارة، أي تتقدم على أحرف العطف. من مواضيعنا بالصف السادس الإعدادي للعلم والأدب موضوع يتعلق بتقديم المفعول به على فعله. كلنا يعرف الجملة الفعلية في وضعها الطبيعي، إذا كان الفعل متعديا الفعل الفاعل والمفعول به، لكن هذا الوضع يتغير ويحدث العكس، إذ يتقدم المفعول به على فعله. وهذا التقديم إما أن يكون واجبا كحكم أو جائزا. التقديم الواجب حالات: إذا وقع المفعول به بعد أما الشرطية وفعله واقع في جوابها، فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. تقدم اليتيم مفعول به مقدم، لماذا تقدم على الفعل؟ لأن فعله واقع في جواب أما الشرطية. عزيز الطالب، أما الشرطية تقوم مقام أداة وفعل الشرط، والتقدير مهما يكن من شيء، فلا تقهر اليتيم. الغرض من هذا التقديم
الغرض هو التأكيد والعناية والاهتمام. أحبتي فاصل قصير، فابقوا معنا.